شاء الله هنعمل مع بعض الغريبة الدايبة بثلاث مكونات بس. خليكم معايا عشان تشوفوا الطريقة للآخر. لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير الفيديوهات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم يا حبايب قلبي في قناة ديك البرابر. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض الغريبة الناعمة الدايبة بثلاث مكونات بس. المقادير اللي معايا كوبايتين دقيق عليهم رشة ملح، وبنفس الكوباية اللي عيرت بيها الدقيق هاخد كوباية سمنة، بس هخليها في التلاجة، يعني كوباية سمنة جامدة، نص كوباية سكر بودر، كيس فانيليا ده إضافة، عايزين تضيفوه تضيفوه، مش عايزين براحتكم. نبدأ ونسمي على بركة الله. بسم الله. هجيب طبق أو بولة وهنزل كوباية السمنة الجامدة، وعليها نص كوباية السكر البودر، وهضربهم كويس جدا بالمضرب الكهرباء او بالمضرب اليدوي، ولو مفيش مضرب يدوي ممكن نضربها بايدينا. نص كوباية السكر البودر، كيس الفانيليا، هضربهم كويس جدا بالمضرب اليدوي لحد ما لونهم يبيض. المضرب اليدوي هياخد وقت شويه. ضربت السمنه والسكر كويس جدا لمده 5 دقائق لحد ما لونهم ابيض اهو زي ما انتم شايفين كده. هنزل بكوبايتين الدقيق، كوبايتين دقيق عليهم رشه ملح بنفس عيار كوبايه السمنه، وهلم العجينه لمها بس مش بعجن. عايزين تزودوا الكمية هتضاعفوا المقادير. تمام كده، خلاص عجينة الغريبة بقت جاهزة. عايزين تريحوها في التلاجة شوية عشان تشكلوها بسهولة، براحتكم. وهشكلها على طول. تمام كده، بسم الله. هشكل الغريبة كور مش كبيرة، الحجم اللي تحبوه، وهحطها بعيد عن بعض. هي مش هتفرش بس يعني تحسبا هحطهم بعيد عن بعض وكده. الصاج مش دهناه اي حاجة. حلو قوي الحجم ده، ولا كبيرة ولا صغيرة. تمام كده، هخلص الكمية اللي معايا بنفس الطريقة وبعدين هوريها لكم.
اهو يا حبايب قلبي الغريبة بعد ما رصيتها في الصاج دلوقتي هدخلها الفرن على درجة حرارة 150 على الرف اللي في النص، هتقعد حوالي نص ساعة بالظبط، بس هحاول اخليها ما تاخدش لون، يعني احافظ على لونها زي ما هي. هدخلها الفرن واول ما تخرج هوريها لكم. اهو يا حبايب قلبي الغريبة بعد ما طلعت من الفرن، بص شكلها جميل ويفتح النفس ازاي، وما فرشتش مني في الصاج وما اخدتش لون، السوا بتاعها مظبوط. قعدت في الفرن نص ساعة على درجة حرارة 150 وهسيبها تبرد دلوقتي، وبعدين اطلعها من الصاج هرصها وهوريها لكم. اهو يا حبايب قلبي الغريبة بعد ما رصيتها في الطبق، بص شكلها جميل ويفتح النفس ازاي، ومظبوطة 100% ولونها ما تغيرش مني. هسيب لكم المقادير كلها في صندوق الوصف. لو عجبتكم طريقة عمل الغريبة الدايبة بثلاث مكونات بس، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في قناة ديك البرابر. أشوفكم في فيديوهات تانية. سلام.